مرحباً everyone, this is Chef with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant -grade recipes you can الشوفان حليب ثلاثة الأرباع الكوب مية ملي شوفان نصف كوب خمسين جرام وبيض عدد ثلاثة حجم كبير طبعا مهم انه نضيف توابل مناسبة لنا ممكن كمون ممكن بهار بيتزا ممكن زعتر حسب ذوقكم بنضيف الملح ولكن الملح والفلفل الاسمر هما ضروري حسب ذوقكم التوابل مهم احنا نضيف التوابل نطحن الخليط جيد ندهن قليل من زيت الزيتون او زيت نباتي او زبده حسب ذوقكم هذا اختياري نغلق الوعاء ونوضع على حرارة أقل من الوسط لمدة عشر دقائق أقل شيء تقريبا حدود عشر دقائق لازم تراقبوها هيك بنوضع التوابل وبنقدمها كتير هي روعة وهي وجبة متكاملة فيها بروتين وفيها دهون صحية كتير هي روعة وإذا بدكم وصفة رقائق خبز الشوفان موجودة تحت في صندوق الوصف في أمان الله تزرونا بوصفة جديدة اتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كثير لكم اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامه